أودت الأوبئة والأمراض المزمنة بحياة عدد كبير من الأشخاص، وتسببت في أزمات كبيرة استغرقت أوقاتاً طويلة لتجاوزها. ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريراً عن أكثر الأوبئة فتكاً في التاريخ، ابتداءً من الطاعون الأنطوني حتى فيروس كورونا المستجد. الطاعون الأنطوني وصلت أحد الأوبئة الأولى في العالم، والتي تشبه أحد أشكال الجدري أو الحصبة، إلى روما لأول مرة من قبل الفرق العائدة من حصار في العراق المعاصر. ربما يكون المرض في ذروته قد قتل ما يصل إلى 2000 شخص يومياً، فقد دمر الجيش الروماني، وكان مساهماً أيضاً في انهيار الإمبراطورية في نهاية المطاف. وبين عامي 541 و542 ضرب طاعون جستنيان العالم آتيا من الإمبراطورية البيزنطية، وأودى بحياة أكثر من 30 مليون شخص. وفي عام 735 ظهر وباء الجدر الياباني بطوكيو، وانتقل إلى البلدان المجاورة، وأدى خلال سنتين إلى مقتل نحو 1 مليون شخص. أما عن أكثر الأوبئة فتكاً على مر التاريخ فهو الموت الأسود، وقد انتشر بين عامي 1347 و1351، وتسبب في وفاة ما يقرب من 200 مليون شخص حول العالم. ويعتقد أنه نشأ في الصين أو بالقرب منها، ثم انتقل إلى إيطاليا، وبعد ذلك إلى باقي أنحاء أوروبا، ثم إلى مختلف دول العالم. جائحة الإنفلونزا الأولى عام 1580. على الرغم من أن أولى حالات الإنفلونزا ربما حدثت بين الجنود اليونانيين الذين خاضوا حرب البلوبونيز عام 430 قبل الميلاد، فقد ظهرت أول جائحة إنفلونزا حقيقية في صيف عام 1580 في آسيا، وسرعان ما انتشر الوباء عبر طرق التجارة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. وعلى الرغم من أن عدد القتلى غير معروف، لكن تم الإبلاغ عن 8000 حالة وفاة على الأقل في روما وحدها. كوليرا القرن 19. طوال القرن 19 كان هناك ما لا يقل عن 6 فترات تفشى خلالها وباء الكوليرا، وبدأ كل شيء في منطقة خليج البنغال في الهند، وحصد الوباء العديد من الأرواح أثناء انتشاره على طول طرق التجارة الاستعمارية. وأدت المعلومات الخاطئة بالإضافة إلى الاستياء من عدم المساواة الاقتصادية إلى تفاقم تهديد المرض، كما وأدى تفشي الوباء إلى ظهور موجة من نظريات المؤامرة التي تقول إن طرفاً ما ينشر الكوليرا عمداً لتقليص صفوف الفقراء. وفي المملكة المتحدة وروسيا استهدف المشاغبون المستشفيات، لكن الباحثين طوروا رؤى أساسية حول مصدر المرض، وتم تتبع إحدى حالات تفشي الوباء في لندن، وأظهرت النتائج أن المرض كان مصدره مضخة مياه ملوثة. الإنفلونزا الإسبانية عام 1918. من المحتمل أن تكون أسوأ كارثة في التاريخ، فقد أصابت الإنفلونزا ما يصل إلى ثلث سكان العالم، وقتلت ما يصل إلى 50 مليون شخص. كشف الوباء عن عدد الأرواح التي يمكن إنقاذها عن طريق التباعد الاجتماعي، ففي المدن التي ألغت الأحداث العامة كان لديها حالات أقل بكثير. في الوقت الذي كان يتفشى فيه المرض، أقامت فيلادلفيا موكباً شارك فيه 200,000 شخص في مسيرة لدعم جهود الحرب العالمية الأولى. وبحلول نهاية الأسبوع، قتل 4,500 شخص بسبب الإنفلونزا. وفي الوقت نفسه، أغلقت سان لويس المباني العامة وقلصت التجمعات، الأمر الذي تسبب في تسجيلها نصف معدل الوفيات من الإنفلونزا مقارنة بالأعداد التي أحصتها فيلادلفيا. ومن أكثر الأمراض فتكاً على مر التاريخ أيضاً مرض الإيدز، الذي ما زال منتشراً حتى الآن، وقد تسبب في موت 35 مليون شخص منذ ظهوره عام 1981. وبين عامي 2009 و2010 ظهرت إنفلونزا الخنازير في الولايات المتحدة والمكسيك، وانتقلت منهما إلى جميع دول العالم، وأودت بحياة نحو 200,000 شخص. فيما قتل الإيبولا الذي انتشر في عدد من البلدان الإفريقية وبعض دول العالم بين عامي 2014 و2016 أكثر من 11,000 شخص.
وأخيراً فيروس كورونا المستجد والذي نشأ في الصين في شهر ديسمبر 2019 وانتقل منهما إلى مختلف دول العالم.